بصفته مستشارا إعلاميا للرئيس الشهيد رفيق الحريري، كشف هاني حمود للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن المراحل السياسية والأمنية التي واكب فيها الحريري قبل اغتياله، والتي تأتي في نفس سياق إفادات الشهود السابقين. الام تي في اخذت حيزا كبيرا من شهادة حمود الذي روى ظروف اقفالها وكشف عن استياء سوري كبير عندما اصدر المكتب الاعلامي للحريري بيانا يطالب فيه بإعادة فتح المحطة، فطلبت القيادة السورية من الحريري إقالة حمود من منصبه. وهل تعلم كيف جرى نقل تلك الرسالة إلى رئيس الوزراء؟ بواسطة العميد رستم غزالي رئيس المخابرات السورية في لبنان في وقته، على أنها طلب من الرئيس بشار الأسد، وحسب ذاكرتي بواسطة اتصال هاتفي من رستم غزالي بالرئيس الحريري و اجتماع بين رستم غزالي والعميد اللواء المرحوم وسام الحسن. وما الذي قاله لك رئيس الوزراء عما قاله له رستم غزالي؟ قال لي الجنين جنونهم ومحملينك انت مسؤولية هالبيان، ورستم غزالي عم بيقول يا تشحط هاني حمود يا انت موافق مع هالبيان، انا مش قادر احميك وما بدي اعمل مشكل مع الرئيس بشار الاسد. بما انه السوريين النظام السوري بوقته كان الطرف الاساسي اللي اصدر القرار السياسي باقفال محطة ام تي في مع الرئيس أمين لحود بوقتها، اعتبروا هالبيان على لسان الرئيس الحريري تحدي مباشر لإرادتهم. إقفال محطة الام تي في، وكان ذلك إثر قرار قضائي صادر عن القضاء اللبناني الذي تعرض لضغوط من النظام السوري وبشكل خاص من الرئيس اللبناني أمين لحود. ما الذي تعرف عن هذا الموضوع؟ كيف استنتجت ذلك؟ من معلومات مباشرة من الرئيس رفيق الحريري ومن زملاء صحفيين ومن المعنيين الأول وهم أصحاب محطة ام تي في. كان الرئيس رفيق الحريري، وأنا كنت أعمل إلى جانبه، يقوم بالمستحيل لمنع إقفال هذه المحطة. وعندما اقترب صدور القرار القضائي كان الرئيس الحريري متيقنا أن القرار سيصدر ضد مصلحة الام تي في بسبب معلومات مباشرة لديه بأن الأمر يتم بضغط مباشر من النظام السوري في لبنان، ممثلين النظام السوري في لبنان، ومن رئيس الجمهورية أمين لحود. المعلومات الأخرى كانت تأتي كل الوقت عن طريق زملاء صحفيين. كان حديث البلد موضوع الام تي في، وكان الحديث الدائم من زملاء صحفيين قبل صدور القرار انه التسريبات بتقول انه القرار سيصدر. تم اقفال تلفزيون الام تي في بعد معركة انتخابية فرعية في المتن، ولكن قرار اقفال الام تي في كان سببه الرئيسي، مش مبرره القانوني، سببه السياسي هي معارضته الواضحة للرئيس امين لحود وللوجود السوري في لبنان. التمديد القصري للرئيس لحود قبل استقالة الحريري وانضمامه إلى لقاء لبريستول، هذه الحقبة فندها حمود متوقفا عند اجتماع الحريري بالرئيس السوري بشار الأسد. قال لي ما بعرف كيف بقيت. فكرت بلحظة وقف وقال له سيادة الرئيس ما بتقدر تخاطب رئيس حكومة لبنان بهالطريقة وأظهر، ولكن أسيت على نفسي وبقيت.
حمود أكد أنه كان يستحيل أن يحصل أي اغتيال في لبنان إلا إذا كان السوريون وراءه.